ان شاء الله هذا اليوم راح يكون تطبيق الباترون ايطالي وبالاحرى الباترون بروفايلي اللي راح يكون على هذا الشكل. المقاييس اللي راح نحتاج لانجاز هذا الباترون هو محيط الصدر 90، محيط الخصر 76، طول الظهر 40. فقط هذا المقاييس الثلاث. اولا محيط الصدر 90 تقسيم 2 نحصل على 45. هذا الناتج الاول. ثم نقوم بتقسيم 45 على 2 نحصل على 22.5. هذا الناتج الثاني. 22.5 تقسيم 2 الناتج 11.25. هذا الناتج الثالث. احدى عشر فاصلة خمسة وعشرين تقسيم 2 الناتج 5.6 تقريبا 6 سنتيم. هذا الناتج الرابع. ستة تقسيم 2 نحصل على 3 وهذا الناتج الخامس. هذه هي الأرقام التي سنقوم باستعمالها لإنجاز الباترون بروفايلي. أولا راح نقوم برسم خط أو زاوية قائمة لبداية الباترون بهذا الشكل. ابتداء من هذه النقطة راح نقوم بحسابها على هذا الشكل. المقاسات راح نقوم باستعمالها هي طول الظهر 40 زائد 1.5 عمق الرقبة الخاصة بالخلف، أي نحصل على 41.5. طول الخط سيكون 41.5. هذا الخط 41.5. بالنسبة للعرض في هذا الاتجاه المقاييس راح نقوم باستعمالها هو الناتج الأول، أي 45 زائد 3 نحصل على 48، أي طول الخط بالعرض سيكون 48. نقوم بتحديد 41.5 ثم نتمم المستطيل. قمت بتسمية هذه الرؤوس أو الزوايا 1 2 3 4.
لتحديد عمق الرقبة الخاصة للخلف هي 1.5. إذا تذكرتم عند رسم الباترون راح نقوم بتسمية النقطة 5. عند رسم الباترون قمنا بحساب طول الظهر 40، ثم أضفنا 1.5 سنتيم عمق الرقبة أي 41.5. هذا كان طول الخط 1.4، بينما 5.4 هو 40 سنتيم. 40 سنتيم تقسيم 2 نحصل على 20. ابتداء من النقطة 4 نقوم بحساب 20 سنتيم، نحدد النقطة 6، كذلك ابتداء من النقطة 3 نحسب 20 سنتيم، نحدد النقطة 7، ثم نصل النقطة 6 ب7 بخط مستقيم بهذا الشكل. المسافة 7.3 تساوي المسافة 6.4. الناتج الرابع 6 سنتيم، راح أخذ لون مغاير، نقوم تحديدها ابتداء من 1 نحسب 6 سنتيم، راح نقوم تسمية هذه النقطة ب، هذه النقطة فقط هي إرشادية وليس طول الرقبة. من النقطة B راح نروح مباشرة إلى الناتج الثالث 11.25، راح نقوم حسابها ابتداء من النقطة B، بهذا الشكل. النقطة 8، ابتداء من النقطة 8 نفس القياس 11.25، ونقوم بتعيين النقطة 9 بهذا الشكل. الآن راح نقوم بعمل خطوط مستقيمة بهذا الشكل. دائما زاوية قائمة ابتداء من النقطة 9 هذا الشكل، وكذلك زاوية قائمة ابتداء من النقطة 8. عشرة 11، لتحديد عرض الرقبة الناتج الرابع 6 سنتيم نضيف 1 سنتيم، أي نحصل على 7 سنتيم. ابتداء من النقطة 1 نحسب 7 سنتيم بهذا الشكل. النقطة 12، راح نصل النقطة 12 ب5 بركال بهذا الشكل. وهكذا يصير شكل الرقبة خاصة بالخل. الباترون الإيطالي نقوم بإنجاز الخل في هذا المكان، والأمام في المكان المقابل، أي العكس الباترون الفرنسي والإنجليزي.
الناتج الخامس 3 سنتيم راح نقوم بحسابها بدءا من النقطة 7 بهذا الشكل. هذه النقطة 13، راح نصل النقطة 13 ب6 بخط مستقيم بهذا الشكل. هذا الخط أو هذا المكان زاوية قائمة، راح نقوم تسميتها نقطة سي. راح نصل نقطة سي بالنقطة 5 بخط متقطع، هذا فقط خط إرشادي بهذا الشكل. في هذا المكان، أي المكان مخصص للأمام، سنرتفع بسنتيم ونصف بهذا الشكل. راح نقوم بتحديد خط صغير على بعد سنتيم ونصف. بهذا الشكل بالسنتيم بهالطريقة، المسافة 5 سي، ثم نقوم بتحريك السنتيم بهذا الشكل إلى مستوى الخط. راح نقوم بتطويله لأنه قصير بهذا الشكل. المسافة 5 سي ثم تحريك السنتيم إلى الأعلى بهالطريقة، وعمل الإسقاط على الخط سنتيم ونصف بهذا الشكل. النقطة 14، النقطة دي، المسافة 13 دي تقسيم 2، أي 19 تقسيم 2، الناتج 9.5. 9.5 نضيف إليها سنتيم، هذه قاعدة عامة في جميع القياسات، إضافة سنتيم نحصل على 10.5. نقوم بحسابها ابتداء من النقطة D بهالطريقة. النقطة 15 وليست 14، راح نصير النقطة 14 من النقطة 15 بخط مستقيم، وهذا بداية بنصة الصدر بهذا الشكل. راح نصير النقطة 14 بالنقطة 6 بخط مستقيم بهذا الشكل، وهذا اللي راح يشكل لي ميلان الكتف الخاص في الأمام. نصل النقطة 12 بالنقطة 7 بهذا الشكل، وهذا خط ميلان الكتف الخاص بالخلف. مكان التقاء هذه الخطوط راح نقوم بتسمية هذه النقطة النقطة H. ابتداء من النقطة H راح نقوم بحساب سنتيم واحد، وتحديدها بهذا الشكل.
النقطة 16. النقطة 12-16 هو طول الكتيب. نقوم بحساب النقطة 7-16 نحصل على 13 سنتيم. رح نقوم بحسابها أو وضعها على هذا الخط ابتداء من النقطة 14 ثم نحدد النقطة 17. الآن رح نقوم برسم خط الكتيب بهذا الشكل. إذا تذكرتم الناتج الرابع 6 سنتيم، رح نقوم بوضعه ابتداء من النقطة 2 6 سنتيم، نحصل على النقطة 18. العرض سيكون 7 سنتيم بهذه الطريقة. نقطة 19، رح نقوم بعمل إسقاط للنقطة 19 على الخط بهذا الشكل. النقطة 20، وهذه الطريقة رح نقوم بإيصال النقطة 20 من النقطة 18 ونحصل على حدة الرقبة الخاصة في الأمام. رح نصل النقطة 20 بالنقطة 15، وهذا هو الضلع الثاني لبانسة الصدر. لكي التقاء هذا الخط الإرشادي مع هذا الخط، رح نقوم بتسمية هذه النقطة بي، ثم المسافة 18-13 نقوم بحسابها. قمت بالحصول على 18.5. 18.5 تقسيم 2 نحصل على 9.25. 9.25 ناقص 2 نحصل على 7.25. رح نقوم بحسابها ابتداء من النقطة دي. النقطة كيو، رح نصل النقطة 17 بكيو بهذا الشكل بخط مستقيم، ثم النقطة 15 بالنقطة بي بخط مستقيم بهذا الشكل. ثم راح نقوم بحساب المنتصر. أي 11.25 تقسيم 2 نحصل على، تذكرتم هذه التقسيمات قمنا فيها في السابق، أي هي 5.6. راح نقوم بتحديدها بهذا الشكل. راح نصل النقط بخط متقطع وهذا يشكل لي منتصف الباترون. النقطة 21 والنقطة 22. الآن راح نقوم باستعمال الكيرف
ورسم حردة الأبيض الخاصة بالخلف بهذا الشكل، وكذلك حردة الأبيض الخاصة في الأمام بهذه الطريقة. محيط الخصل 76 تقسيم 2 نحصل على 38. محيط الصدر 90 تقسيم 2 45، أي 45 ناقص 38 نحصل على 7 سنتيم. الآن راح نقوم بتوزيع 7 سنتيم على شكل بنسات. أولا راح نقوم بحذف سنتيم واحد، راح نقوم بحذفه أو وضعه في بنسات الأمام. أولا راح نقوم بعمل إسقاط هذه النقطة على هذا الخط بهذا الشكل، النقطة 23. الآن راح نقوم بحساب سنتيم واحد على يمين 23، وكذلك سنتيم واحد على يسار 23، أي بنسة الأمام قمنا بحذف 2 سنتيم. بالنسبة لي راح نقوم بإيصالها بهذا الشكل، الباقي هو 5 سنتيم. راح نقوم بحذف 3 سنتيم خاصة ببنسة الخلف. الآن راح نقوم بوضعها على الخلف، ثم 2 سنتيم خاص بطرفي الباترون. كيف راح نقوم بتحديد بنسة الخلف؟ المسافة 5 11، راح نقوم بحسابها بهذا الشكل، ثمانية وعشرين فاصلة 75 تقسيم 3 نحصل على 9.6، أي ابتداء من النقطة 5 نحسب 9.6 بهذه الطريقة. هذا هو مكان بنسة الخلف. النقطة 26. الآن راح نقوم بوضع سنتيم ونصف على طرفي النقطة 26 بهذا الشكل. نقوم برسم بنسة الخلف بهذه الطريقة. في الأصل طول البنسات هو أقل من هذا الطول، أي طول بنسة الأمام يكون في الأصل 10 سنتيم بهذا الشكل، وطول الخلف أو طول بنسة الخلف يكون 12 سنتيم بهذه الطريقة. أنا قمت باستعمال هذه الأشكال حتى يصير مماثل للباترون الفرنسي والإنجليزي. الباقي هو 2 سنتيم، راح نقوم بحذفها على طرفي الباترون، أي سنتيم على طرفي النقطة 26 بهذه الطريقة.
نصير النقط بهذا الشكل. وهكذا يصير شكل نهائي الباترون بروفايلي.